السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في التراث. هنفتح بس مواضيع، ولكن بعد كده ان شاء الله تبقى في محاضرة قوية ان شاء الله في الموضوع. طيب، ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في خدمة الاثار وفي خدمة التراث؟ حاجة كتيرة جدا، زي مثلا ان في تكون اعمال فنية متضررة نبدأ ان احنا نشوفها. يعني ممكن تكون اعمال فنية مرسومة او منحوتة او مباني حصل لها هدمة، حصل لها حاجة سيئة، فممكن ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي. زي ما هنشوف امثلة كتيرة جدا على الموضوع دوت، قدرنا ان احنا نشوف الصورة الاصلية لما اترسمت كانت عاملة ازاي، نقدر ان احنا نرجع الصورة زي ما كانت. تمام، ممكن يكون في مثلا في مسجد من المساجد لما كان بيتبني كان التصميم الاصلي بتاعه ان هو يتعمل 4 مآذن، لكن اثناء البناء في مأذنة وقعت على ناس، فراحوا قالوا لا خلاص احنا هنكتفي بمأذنة واحدة. فلو هي اتبنت ال4 مآذن دول كان هيبقى عامل شكلها ازاي؟ في اثار كتيره اتدمرت، فاحنا نقدر نخلي الذكاء الاصطناعي يساعدنا في تصور النهائي لشكل الاثار دي عامل ازاي. طيب، في حاجه اسمها احياء اللغات. يعني في ممكن تكون في لغه انقرضت او شكت على الانقراض، نبدا نستخدم الذكاء الاصطناعي في ان احنا نفهمها بشكل افضل. نقدر نستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهنشوف امثله على الكلام دوت. وفي حاجه اسمها ليدار، بحيث ان انت تمسح المكان كله، فممكن من خلال الامر الصناعي تقدر يقول لك ان في بعض الاماكن لازم ان انت تدور فيها هتلاقي اثار. انت بتبدا تدربه، مثلا هتدربه على شكل الهرم، فهو يبدا يدور ويبدا يقول لك هي في اماكن، بعد كده تقول له لا ده في حاجه تانية عايزين معابد مثلا ندور عليها وهكذا. فممكن بتشوف، وده حصل في هولندا ومعانا مثال لكده. في هولندا استخدموا سي ان ان، يعني خوارزميه معينه، ان هم يقدروا يفهموا الاثار موجوده فين، فتعمل لك خريطة وتحدد لك الأماكن اللي أنت ممكن تحفر فيها. في الأرشفة الذكية تقدر عندك آثار كتير جدا، فهو يقدر إن هو يصنفها ويقدر إن هو يفهم التاريخ. على فكرة في حاجات كتيرة جدا في التاريخ إحنا فاهمينها غلط. تمام، ليه؟ لأن المعلومات اللي وصلت لنا ممكن مكنش استوعبناها، العقلية بتاعتنا مختلفة شوية. يعني في ناس كتيرة لما كانت بتقرأ قصص أوروبية مثلا من غير احتكاك بالثقافة الأوروبية، فيلاقي مثلا واحد اسمه ادم واليس مثلا وزوجته اسمها مثلا ساره واليس، فيعتقد ان هناك كل واحد بيتجوز اخته، ما عندوش معلومه ان الواحده لما بتتجوز بتاخد اسم جوزها. تمام، لما احتكيت مع جنسيات كتيره لما سافرت، لقيت بالذات هنود، من ناس مثلا من امريكا بتاع، فبيحصل ان انا بتكلم في حاجه وهو تخيله وتصوره حاجه تانية، هي الثقافه بتاعته كده. فما بالك احنا الاثنين عايشين مع بعض في نفس اللحظه، لكن كل واحد فينا ليه تخيل معين وفكر معين. فدي مشكله لما احنا بقى بنتكلم عن ناس من 5000 سنه اختفوا، فممكن نقرا كلمه نتخيل. في ناس كتير فعلا كانوا متخيلين ان الفراعنه بيتزوجوا من اختهم وامهم والكلام دوت لاسباب كتيره، وبعد كده تشوف لا ده دي اخته مش زوجته، ويعني بداوا يفرقوا بعد كده لما بدا يقراوا في التاريخ. فانت ممكن تقرا حاجه ويكون مثلا، تخيل ان انت مثلا بتقرا اي جريده من الجرايد اليومين دول، وانت دماغك يعني مصدق الراجل اللي بيقوله، فجي في دماغك حاجات عكس اللي موجوده، فممكن تقابل حد تاني يقول لك لا ده الواقع ما حصلش. فممكن تكون في حاجه مكتوبه بتحكي حاجه غلط، يعني مثلا اخناتون عمل ثوره فالناس بتوع امون طبعا بيكرهوه وهكذا. وصلت الفكره؟ طيب، فاحنا ممكن مكافحه تغيرات المناخ. ايه ده تدخل تغيرات المناخ في المواقع الثقافيه في التراث؟ ما هو ممكن ينبهك ان في ارتفاع درجه حراره وده هياثر. اذا كنا احنا لما كنا بندخل متاحف كان يقول لك ما تصورش بالكاميرا لان الفلاش بيبوظ الاثار، كتر فلاشات الحراره، فما بالك بقى بارتفاع الحراره، فما بالك ان عشان اسجل طفيت التكييف عرق نازل. تمام، فالحراره اللي موجوده دي ممكن تاثر، فهو يبدا ان هو يراقب العوامل البيئيه ويبدا ان هو ينبهنا ازاي ان احنا نتدخل عشان نحمي المواقع الاثريه والتحف. كسر حواجز، ممكن بقى نستخدم تكنولوجيات كتيره زي ال NLP، معالجه الاغاثه الطبيعيه، ال VC، الفيجن كمبيوتر، الرؤيه الحاسوبيه، نقدر نوصل للتراث الثقافي لكل الناس. ممكن واحد مثلا النظارات الجديده، واحد يكونش بيشوف او عنده مشكله في الرؤيه، يبدا ان هو يستمع لوصف دقيق جدا للصوره اللي موجوده قدامه، او يترجم له نصوص تاريخيه لغه برايل، او يعني في امكانيات كتيره جدا. الحاجات ممكن تخش المتحف
وكل ما تقف قدام لوحة فنية مش محتاج حد يقف جنبك، لا ممكن تلاقي على طول يعني النظارة اللي انت لابسها يقول لك بقى ايه ده، اللوحة دي رسمها فلان وعملها فلان. شات جي بي تي ممكن اروح ماسك كده واكلمه، اوصف لي لوحة فلان فلاني، يقعد بقى يوصف اللوحة وتاريخها واتناقش معايا وكل حاجة، تمام. فدي من ضمن الحاجات الرهيبة في الذكاء الاصطناعي. ده مثلا حاجة عاملاها جوجل عشان تفهم اللغات القديمة وخصوصا اللغة المصرية القديمة اللي هي الهيروغليفية، تمام. اهي انا مش بكدب ولا حاجة، هي ايجيبشن هيروغليفي، تمام. بيقول هوريك امثلة للموضوع دوت، ان هو بيعمل سكان بس او يصور صور ويرفعها له، فهو يبدأ ان هو يحاول يقراها ويحاول ان هو يفهم التاريخ كان عامل ازاي. ده ليرن هوت بيشرح الحاجة. تمام، ده مفتاح الحياة. ويبدأ بقى يعلمك الحاجات، ماشي. كلير اول. طيب هو بيقول لي ارسم انت بقى وبتاع، هو يعني بيحاول يحط ألعاب بس تكون ظريفة شوية. وورك، تمام. طبعا دي حاجة مهمة جدا ان الذكاء الاصطناعي يبدأ يقرأ التاريخ عشان نقدر نفهم التاريخ، لان في حاجات كتيرة جدا احنا حتى بنقعد نتخانق عليها واحنا مش قادرين نفهم حقيقتها ايه. يعني ناس كتيرة صارت على زي حواس مثلا لما قال ان مفيش حاجة بتأكد خروج اليهود او ان اليهود كانوا عايشين في الفترة بتاعت رمسيس التاني، ما دي مش موجودة في القرآن. القرآن ما قالش رمسيس التاني، اللي قال كده دول الترجمة السبعينية للتوراة. التوراة زمان كان شوية ورق، ما كانش كتاب مقدس، وبعد كده بطليموس قال لا يا اخوانا جمعوا الحاجات دي، فهم قعدوا وبدأوا يكتبوا. ففي حاجات كتيرة من اللي كتبوها ما كانتش ترجمة دقيقة، رغم ان هم بيحطوا عليها اساطير ان هم كانوا 70 واحد، وكل واحد من 70 قاعد في غرفة، وبعد كده لما جمعوها اكتشفوا ان حرف حرف، فكتاب الروح القدس هي اللي قالت لهم الحاجات دي. لكن فضل العهد القديم او التوراة او مش مقدس او محدش مهتم بيه، غير لما ظهرت المسيحية وبدأوا في المسيحيين لقوا ان ما عندهمش الشريعة، او فقالك لا هنعتمد على شريعة سيدنا موسى، هنعتمد على الكتاب المقدس اللي عند اليهود. فبدأ من ساعتها يبقى العهد القديم يبقى مقدس ويبقى تم الاهتمام بيه. فلذلك يعني في حاجات كتيرة من اللي احنا فاكرينها او مكتوب في كتب اسلامية ان هم مثلا كانوا في عصر الستين لما كتب الترجمة السبعينية، كان في برضه متخصصين طلبوا منهم في المكتبة الإسكندرية إن هم يكتبوا التاريخ، فبدأ يقسم عصر الأسرات اللي هم 30 أسرة. يعني التقسيمات دي مش جديدة، ده التقسيمات دي من قبل الميلاد أو في أول قرن الميلاد، فبدأ يكتب التاريخ. فكان أقوى ملك أسطوري رمسيس الثاني، فهم بيحاولوا ينسبوا نفسهم لرمسيس الثاني. طيب ده مثال مثلا لشركة بتستخدم الذكاء الصناعي في انها تدخل الكتب وتبدأ انها بدل ما هي مكتوبة بخط الايد، لا تبقى مكتوبة بالكمبيوتر، لان انت عشان تقدر تعمل بحث وتقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزها. شركة اسمها زينكي، وفكرتها جميلة جدا وبتعاون مع جامعات كتيرة جدا. لان واحد ممكن يكون بيكتب بخط الايد فيبدا ان هو يترجمها او مش يترجمها، يدخلها على الكمبيوتر بشكل حلو. طيب دي ملحمة جلجامش. ملحمة جلجامش من الملاحم المشهورة او الملاحم القوية، انا سمعت عنها صراحة يعني من احمد خالد توفيق، دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه. فالقصة نفسها في حاجات كتيرة جدا ممسوحة، لانها كانت الحضارة البابلية حضارة بتعتمد على ألواح الطين، يعني عكس الحضارة مثلا قدماء المصريين كانوا بيكتبوا مثلا على المسلات أو بيكتبوا على الصخور أو كذا. فالطين فيه حاجات كتيرة جدا اتمسحت، فهم بدأ اللي يهتم بالموضوع ده، وبالذات إنها كانت موجودة في قلب المية على النهر. فالألمان عاملين تكنولوجيا قوية جدا جدا في النقطة دي، اللي هي الـ NLP، إن هم يقدروا يفهموا الكلام المكتوب، وعندهم حاجات خاصة باللغة العربية على فكرة، تمام. فالتكنولوجيات الحديثة دي هتلاقي إعادة لكتابة التاريخ، لا ده احنا فهمنا غلط، ده الناس اللي قاموا عليه ثورة شنعوا فيه، لا ده الراجل ده كان كويس، لا الراجل ده كان وحش، مش هنكذب على بعض، احنا عايزين نوصل للحقيقة اللي كانت حاصلة.
قصة الأنبياء ممكن تكون موجودة، لكن لأن اللي انتصر مثلا ما كانش الخير أو كده، فممكن يكون مسحوا بعض الحاجات، فإحنا مع الوقت هنعرف أنهي فترة اللي كان فيها توحيد الآلهة، أنهي واحدة اللي تعدد الآلهة، يعني الكلام اللي فيه غلط كتير. يعني نتمنى إن الذكاء الصناعي يحسم لنا المسائل ديت، لأن إحنا مش متحيزين لفكرة يعني، لا ده هم وهكذا، لا إحنا هنشوف الذكاء الصناعي هيقول لنا ايه. ورد ما بلاش نقول الفراعنة، لان هو ملك او ربنا حكى عن حاكم اسمه فرعون، فما ينفعش نسيب الحضارة دي كلها لأسوأ ملك فيهم. تمام، لا نقول قدماء المصريين او عصر الاسرات، لو انت عايز توصل لحاجة عصر الاسرات ده ادق حاجة، لان كلمة قدماء وعصور وسطى وعصور متقدمة هتلاقيها مش دقيقة، لان لما كتبوا تاريخ عصر الاسرات قال لك العصور القديمة والعصور الحديثة، فالعصور الحديثة دي اللي هي ما قبل الميلاد. تمام، فالافضل هو عصر الاسرات اللي هم 30 اسره. طيب دي مثلا من ضمن الحاجات، نايت ووتش دي لوحه لرسام مشهور ريمبارد، واللوحه دي كانت اتدمرت والذكاء الاصطناعي قدر ان هو يرجعها، فدي حاجه ممتازه جدا ان احنا شفنا اللوحه الاصليه كانت عامله ازاي. يعني ممكن نعرض لك كده اللوحه بالمشاكل الموجود فيها، واللوحه لما اتعمل لها ترميم اتعملت ازاي. طيب برضو الذكاء الاصطناعي قدر يسترجع لنا السيفونية العاشرة لبيتهوفن. هو مشهور ان هو يعني لما واحدة تحب تختبر حد بيقول ان هو بيسمع موسيقى، تقول له انت سمعت السيفونية العاشرة، فيقول لها اه تعرف ان هو كذاب. لا دلوقتي رجعوها، قدروا يستخدموا الذكاء الاصطناعي في ان هم يعملوا السيفونية العاشرة لبيتهوفن ويكملوها. تمام، كان فيها حاجات كتيرة ناقصة، فهو قدر الذكاء الاصطناعي ان هو يسترجع. دي كلها مراجع علمية موثقة، بحيث ايه لو حد حابب ان هو يرجع لها. التعرف على القاتل الاصلي، الموضوع ده مش سهل، يعني في كتب كتيرة تنسب لشخص اخر، لان الشخص الاخر ده مثلا كان مشهور، يعني كان في بعض النساخ كان خطهم حلو، فهو كان يكتب الكتب بس محدش كان هو اللي بيألفها، ولكن ما كانش حد بيهتم بيها، فكان ممكن يكتب اسم حد تاني. تمام، في كتب منشورة مثلا هي مثلا لكاتب مشهور، لكن مع تعقب بيكتشف ان دي مش دي، ودي مشهورة جدا في الناس اللي هي مش شغالة في تحقيق الكتب، يقول لك والله الكتاب ده ينسب لابن تيمية وابن تيمية لم يسمع عنه. تمام، ففي كتب كتيرة تنسب لأشهر واحد في الموضوع، زي مثلا نقطة مشهورة لعالم فيزياء فيقول لك هو نيوتن او شميد سينس هو اكتر حاجه مشهوره. يعني حتى لما تيجي تتعقب مثلا كتاب فتاوى ابن تيميه تفاجئ ان يعني الكتاب ما كانش معروف اصلا، في كتاب اسمه فتاوى ابن تيميه، غير مثلا من 70 سنه كان حد راح تركيا بيتعالج فلا بعض الورق، لا يعني تقدر تشكك في الموضوع، فتحتاج بقى ذكاء صناعي ان هو يقول لك الكتاب ده بتاع الكاتب الفلاني، لا الكتاب ده ينسب للامام الذهبي لكن اللي هو لحد تاني من تلاميذه وهكذا. تمام، لان في كتب كتيره بتنسب لغير صاحبها، فدي بذكاء استخدام الذكاء الصناعي على اساس ان كان في كاتب مسرحيه مشهور وكانوا شاكين هو مين، فطلعوا له الكتاب وقال له اه لا ده هو ده اللي بيعمل. طيب في منصه اسمها ترانس كيروبس، دي بتعرف على النصوص والنسخ والبحث في الوثائق التاريخيه. طيب تعال نشوفها، دي منصه متخصصه في كده. تمام، زي زينكي كده تقدر ترفع لها النصوص بأي لغة أنت عايزها، وتبدأ إنها تتعرف عليها، تعمل سكان وتبدأ ترفع الصور، تبدأ إنها تقول لك مين، تقدر ترفع صورة أهو، تبدأ تعمل شيك والصورة تتحول لكلام، وكل ما بترفع له صور هو بيتدرب عليها. فاكرين لما تدخل موقع ويديك كلمتين ويقول لك اكتبهم عشان تدخل، ده كان من ضمن الحاجات اللي بيتدربوا عليها، بحيث إن هو الذكاء الصناعي يبدأ يتعرف على الكلمة نفسها حتى لو مكتوبة بشكل وحش. فكان في كتب كتيرة لو جابوا ناس يكتبوها هياخدوا فلوس، فهم استخدموا الناس الطبيعية ان هم يكتبوا الحاجة من غير ما يعرفوا. طيب ده مركز ليدن لعلوم البيانات في جامعة ليدن، استخدم الليدر بحيث ان هو يعمل سكان بالأقمار الصناعية او بالدرون او بأي جهاز للأرض، ده في هولندا. تمام، وبعد كده استخدم تقنية اسمها الـ RCNN عشان يبدأ يتعرف على حاجات معينة، يعني هو مثلا عايز يتعرف على الأماكن الأثرية، ففي أول مرة اتعرف على حاجات معينة اللي هو اتدرب عليها،
فقالوا ايه ده في حاجات هو ما خدش باله منها، ندربه عليها ويبدأ يكتشف. فدربوا عليها وبدأ يكتشفها. خلينا نبص عليها كده مع بعض، ودي التكنولوجيا نفسها. تخيل ان احنا نعمل المشروع ده في الدول العربية، في مصر، في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في السعودية، كل الدول تبدأ انها تكتشف الآثار بتاعتها. ده عمل سكان وبدأ يقول لهم خلي بالكم من ال5 نقط دول، فراحوا وبدأوا يبحثوا واكتشفوا الآثار. تمام. طبعا الاوبجكت ديتكتيف والاوبجكت ريكوجنايز للصور، انت بتدي له مجموعه من الصور وهو بيبدا يتعرف عليها. تمام. فتقدر تستخدم في تكنولوجيات كتيره جدا. خلاص هو مثلا عرفنا ان ده الملك فلاني، ان ده حاجات معينه، فيبدا ان هو يتعرف عليها بشكل رهيب. تمام. دي مقدمه سريعه للفكره، لكن ان شاء الله يكون في محاضره نتطرق لتفاصيل كتيره لم نتطرق ليها. انا مش هشرح اي حاجه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي. تمام. اعتمدت ان في محاضرات قبل كده قلناها في الذكاء الاصطناعي، هسيب لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو. ونتمنى ان كل المؤسسات اللي هي مهتمه بالاثار تهتم بفكره تطبيق الذكاء الاصطناعي في خدمه التراث. تمام. وانا معاكم ان شاء الله في اي حاجه تامروا بيها، يعني ان الفكره تتنفذ ان شاء الله. طيب، يتبقى نقطة سريعة في إعادة الإعمار في فلسطين، هل نستخدم الذكاء الصناعي ولا نستخدمش الذكاء الصناعي؟ طبعا هنستخدم الذكاء الصناعي في حاجات كتير جدا. وعلى فكرة لما جربت أسأل جيميناي، كان أول ما أقول له غزة يجي له أرتيريا ويقول لك لا أنا مش دعوة بالموضوع دوت، الموضوع ده فيه تفاصيل، خش على البحث بتاع جوجل ودور عليه. إنما كنا بنستخدم شات جي بي تي وبنستخدم أي حاجة تانية غير جوجل جيميناي، كان متحيز الصراحة، كانش بيحب يجاوب على حاجة خالص. يعني أقول له عايزين نوفر ميه يقول لي ما مش هجاوب. تمام. طيب طبعا لازم نستخدم الذكاء الصناعي في اي حاجه نقدر نستخدمها، لكن ما نستخدمش مجرد استخدام. يعني احنا نستخدم عشان نخدم القضيه الفلسطينيه، مش عشان احنا نجرب حاجه جديده. يعني مثلا في تكنولوجيا جديده، تمام، لو انا استخدمتها هتفيد ولا مجرد ان انا اقول ان انا بستخدم تكنولوجيا جديده؟ دي في اي حاجه. تمام. يعني لما حد يقول لي والله في برنامج نزل اصدار جديد منه، ايه رايك نستخدمه؟ استخدمه ليه؟ عشان اقول ان انا بستخدم على 2026 ولا الحاجه دي هتفيدني؟ فانا عايز اخدم التراث، وعايز اخدم القضيه الفلسطينيه، وعايز اخدم العلم، بس مش مجرد المنظره. يعني مثلا ايه، في حد يطرح فكره مثلا يعني انا مش مع او ضد الفكره، بس هدي يقول ايه، انا استخدم طبعا ثلاثيه الابعاد. طبعا ثلاثيه الابعاد ليه؟ عشان انا عايز اتقال ان انا استخدمت تكنولوجيا حديثه، ولا عشان ده هيخدم القضيه؟ لان لما تيجي تبص عليها هتلاقي تكلفه دخولها والتصريح بدخولها صعب وسعرها غالي، وفي الاخر هتعمل لك قوالب معينه. فلا، الاحسن ان احنا ممكن نعملها بشكل مانوال. انا ما عنديش اي مشكله خالص ان انا استخدم التكنولوجيا او استخدم الاساليب اليدويه او استخدم اي حاجه، المهم احسن حاجه تخدم الهدف بتاعي. الهدف بتاعي ممكن اوصل له باكتر من طريقه، مش هركب طياره عشان اروح الشغل عشان اقول ان انا بركب طياره، لا انا هركب المواصله اللي هتوديني. الوصلة دي طلعت عربية ذاتية القيادة ماشي، طلعت عربية بتشغل بالكهرباء ماشي، طلعت عربية عادية ماشي، رحت ماشي ماشي، رحت بسكيت ماشي، المهم أوصل هدفي بأحسن طريقة ممكنة. فأنا مش عايز أخليها للشهرة أو إن عشان يتقال أو أو أو، أنا عايز الحاجة اللي تخدم القضية. تخلي بالك ده مثلا مثال، إن مثلا إيه، واحد مثلا عايز، دي حصل كتير جدا في العماره، ان هو في تكنولوجيا طلعت جديده فهو يقول لك انا لازم استخدمها. كان في مثلا امر ظهر في 3 دي ماكس ان هو يلف المبنى. تمام. فكل الناس عملوا المشروع بتاعتهم يلف المبنى، هل لف المبنى ده خدم البيئه في حاجه؟ خدم البشريه في حاجه؟ يعني انت لفيته عمل شكل حلو وجديد، لكن هل ده بناء على دراسه بيئيه بتقول ان انا لو عملت الدراسه البيئيه دي هتبقى حاجه مفيده، ولا مجرد تحقيق لشهوه النفس؟ ما ممكن يكون شهوه النفس تقول لك ايه، والله استخدم الحاجه دي والحاجه دي هتفيد ولا مش هتفيد مش مهم، لكن انا عايز اقول ان انا اول واحد استخدمت الحاجه دي. لا مش صح. تمام. لا الصح ان انا ايه، لا انا الهدف بتاعي ايه، كذا، احسن طريقه اعمل بها ايه، ان انا اعملها بالطريقه المانوال. اعملها بالطريقه المانوال. إيه، هنبني بالطوب الني، ابني بالطوب الني، هنبني بالخشب، هنبني بالخشب، ابني بالاسمنت، ابني بالاسمنت، مفيش مشكله. الهدف خدمه الانسان، مش الهدف ان انا اقول والله ده انا احسن واحد، اول واحد استخدمت الازاز. او ممكن يكون الحاجه مطلوبه ان احنا نعملها بالاسمنت، لكن انا اعملها بالطوب الني عشان اقول ان انا خليفه حسن فتحي. اوعى اوعى. تمام. دي نقطه بس ايه، حبيت ان انا الفت انتباهنا ليها، ان الهدف
زي ما سيدنا عيسى في العهد الجديد لما بيقول له حرام ان احنا نعمل حاجه يوم السبت او كده، قال لهم لا، ده جعل السبت الانسان، يعني السبت ده اتعمل عشان الانسان يستريح فيه حسب العقيده بتاعت اليهود، ولم يخلق الانسان للسبت، انتوا خليتوا الانسان عبد ليوم السبت. احنا الهدف ايه؟ خدمه الانسان، مش الهدف هدف ان يتقال ان انا استخدمت تكنولوجيا حديثه. لو التكنولوجيا الحديثه دي هتبقى مكلفه وهتبقى عبء على اعاده الاعمار، مش عايزينها. احنا عايزين هدف، الهدف بتاعنا خدمه الانسان عشان ربنا يرضى علينا، يعني الهدف الاخير ان ربنا يرضى علينا.